كليات على بعض. مهاب في ايه مهاب؟ اقلبوا العش عليها واطيها. تعالى هنا يا عم انت يا اتكلم من غير بواب. واللي حربي انه هيوحشني وقوله اني كنت احبه، كنت عايزه اعيش عمري كله جنبه. بركه في ايه الزيطه اللي انت عاملها على الميزه دي؟ هات تليفونك. انت مصحيني من النوم عشان تقول لي هات تليفونك يا بركه؟ هاته. اجيب ايه؟ هاته. ايه ده بركه؟ هاته. ايه ده بركه؟ لا قفل قفل. هو مين اللي قفل يا بركه؟ حربي حربي. وانت بتكلم حربي ليه دلوقتي؟ مصيبة مصيبة يا كيم. مصيبة ايه يا بركة؟ احنا في فوازير رمضان ما تخلص، في ايه؟ المعلمة بشراح، المعلمة بشراح اتقتلت هي ودنيا، وزينة اتخطف، زينة اتخطف. تمام يا باشا. عملت ايه يا مهاب؟ ما لقيتش غير زين هناك. طب وحربي؟ مش موجود. والورق؟ ملوش اي اثر. الورق فين يا زين؟ اتكلم يا جدع انت. انطق قول الورق فين؟ اتكلم يا زين اتكلم، اصل خلاص اللعبه خلصت والباشا هو اللي كسب، اتكلم احسن لك.
لعبة؟ ده انت طلعت وسخ وساخة يا أخي. ده انت أوسخ من الوساخة نفسها. انت هتتكلم قد انت ولا ايه؟ ولا ايه يا باشا؟ يا كبير هتعمل ايه؟ هتقتلني؟ هقتلك بالسرعة دي؟ ليه؟ فاكرنا عبيط؟ أنا فعلاً هقتلك بس بعدين مش دلوقتي. إنما دلوقتي أنا هجيب حبيبة القلب قدامك، خطيبتك دعاء دودي، هقتلها قدام عينيك بالراحة شوية 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 شوية. لو فضلت راكب دماغك وما قلتليش الورق فين ساعتها انت عارفني بتخنق بسرعة، هقتلك واخلص قدامك لبكرة الصبح. يا تقول لي الورق فين يا إما خدوه من قدامي ارموه في المخزن مع البنت بتاعته. يلا خدوه. متهيألي يا باشا زين ما يعرفش فين مكان الورق. فكرك كده؟ الوحيد اللي أكيد يعرف هو حربي. حربي هنجيبه من أنهي مصيبة دلوقتي؟ ده مفيش حد عارف له طريق جرة. لا بسيطة يا باشا، بدل ما احنا اللي ندور عليه نخليه يجي لحد عندنا وبرجلي. قصدك إيه يا صلاح؟ قصدي نستغل نقطة ضعفه. أماني؟ بالظبط يا باشا. ودي هجيبها منين دي دلوقتي؟ موضوع أماني دوت بقى سيبهولي أنا يا باشا. أنا هعرف أجيبها إزاي والحد هنا. اربطوه في العمود اللي هناك. زين خاصك ما اسمعش صوتك تاني. لو مديت إيدك عليها تاني أنا. إيه؟ إيه يا زين؟ ايه اللي بدك تعمله غير انك تتفرج عليها وهي بتموت قدامك؟ تشبع موت. وراي. خايف عليا يا بنت نوفل؟ وانا ليا من غيرك اخاف عليك؟ انت كل اللي ليا في الدنيا دي يا زين. نشوف كده يقول انك بتحبيني بجد. بحبك ولا عمري حبيت غيرك ولا حد دخل قلبي غيرك. انت اللي جابك هنا؟ ناس تركم دخلوا علينا في بيت المعلمة قتلوها يا زين، قتلوها وقتلوا سهرة وقتلوا دنيا كمان يا زين، قتلوا دنيا. انا مش عارفة الناس دي عايزين مننا ايه. احنا هنا ليه يا زين؟ احنا هنا ليه؟ فهمني ابوس رجلك فهمني. حربي. الو. ايوه اماني، انت صاحيه؟ ايوه يا نشوى خير. اماني احنا لازم نتقابل ضروري. في ايه يا نشوى؟ في حاجه حصلت؟ حاجات يا اماني، حاجات. حاجات ايه يا نشوى؟ حاجات خاصه بحربي. حربي؟ حاجات مهمه وكان لازم تعرفيها من زمان. اتكلمي يا نشوى، حربي ماله؟ الكلام ده مش هينفع على التليفون، احنا لازم نتقابل حالا. انا هفوت عليكي كمان ربع ساعه بعربيه الجنان، بس اوعي تتاخري عليا. حاضر هكون جاهزه حالا. اماني
ما تجيبيش سيرة لحد عن المكالمة دي أو إنك هتقابليني، فاهمة يا أماني؟ حاضر يا نشوى حاضر. طب يلا أنا في السكة، باي باي. برافو عليك يا نشوى. بس أنا مش فاهمة يعني سراشة، ليه حضرتك ما طلبتيش أماني وقلت لها إن العربية هتروح وتاخدها؟ نشوى إحنا اتفقنا إيه؟ مفيش أسئلة ولا استفسارات، والمكالمة دي أصلاً ما حصلتش، مفهوم؟